السيسي يوجه بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في مشروعات الدولة بالقطاع النووي. وكالة الأنباء السورية تؤكد إسقاط منظومات الدفاع الجوي أهدافاً معادية في سماء دمشق. ترامب يعلن عن إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام مع حركة طالبان في أفغانستان قريباً. الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان وفق المعايير الدولية في المشروعات المستقبلية للدولة بالقطاع النووي. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية، حيث أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شدد على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة المشروعات القائمة وفق الجداول الزمنية بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. قالت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تصدت لصواريخ معادية قادمة من الجولان المحتل في سماء دمشق. هذا وأكدت مصادر سورية أنه تم سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف مواقع للجيش في محيط العاصمة دمشق. أدان سفير بريطانيا لدى العراق الهجوم الصاروخي على القوات العراقية وقوات التحالف في كركوك، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال ستيفن هيكي إنه على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة لردع الجماعات المسلحة ومحاسبتهم على تقويض سياسة العراق. شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينيدياس على أن المذكرات التي وقعها حكومة فايز السراج وتركيا تعرقل جهود مجلس الأمن لحل الأزمة. وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظيره الجزائري صبري بقدوم قال وزير الخارجية هي بالأساس خارج نطاق القانون الدولي، وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤجج الصراع في ليبيا والمنطقة بجانب تسهيل التدفق المستمر للمعدات العسكرية والمرتزقة بما يخلق مشكلة كبيرة في بلدان المنطقة ودول البحر المتوسط. حصلت الحكومة الجزائرية الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون على ثقة نواب البرلمان الذين صوتوا بالأغلبية على مخطط عمل فريق رئيس الوزراء عبد العزيز جراد. وفور توليه البرلمان ثمن جراد ثقة النواب وتعاملهم بوعي مع التطورات في البلاد، وشدد رئيس الوزراء الجزائري على أن الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن بوضع ضوابط صارمة للمقصرين بالقانون والمال العام. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن مباحثات جارية في واشنطن بشأن رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب منذ فترة، وأضاف بومبيو أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه المسألة، مبينا أنه لم يتخذ أي قرار فيما يتعلق بذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاقية سلام مع حركة طالبان في أفغانستان قريبا، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي قال ترامب إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع مارك إسبر عن احتمال التوصل للاتفاق،
يذكر أن الرئيس ترامب رفض في اللحظة الأخيرة توقيع اتفاق مع طالبان في سبتمبر الماضي بعد هجوم أدى إلى مقتل جند أمريكي. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على حسن المتابعة.